مر يوم مر شهر مر دهري وسط لهو واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي كيف أمري كان عقلي في ضلال ظل يجري مر يوم مر شهر مر دهري وسط لهو واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي كيف أمري كان عقلي في ضلال ظل يجري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري فرصة ألقى كتابا ذاق هجري فيه ألقى نور دنياي وقبري قد عزمت الآن أن أرويك صدري أقرأ القرآن في